بزغ فجر جديد في العاصمة البلجيكية. روبن رودريغو قضى ليلة أخرى في العراء مباشرة أمام مكتب اللجوء. هذا الرجل السريلانكي البالغ من العمر 47 عاماً ينتظر معالجة طلبه. قدمت طلباً للحصول على مأوى وأخبروني بأنهم لا يتوفرون على سكن حالياً لكثرة الوافدين إلى البلاد. ينتظر مني أن أفترش الأرض في أي مكان وهذا ما أفعله. روبن متشرد ويقضي وقته كل صباح أمام مكتب اللجوء كعشرات الأشخاص الآخرين. يفتح مركز تقديم طلبات اللجوء في بروكسل أبوابه كل صباح لنصف ساعة. على اليسار تصطف النساء والأطفال والعائلات، بينما يصطف الرجال العزاب على اليمين. النساء والأطفال يحصلون على مأوى ويتم نقلهم فوراً من هذا المكان. ولكن منذ أكتوبر 2021 لم يعد الرجال غير المتزوجين يحصلون على مأوى، يحصلون فقط على نماذج لتسجيل في قائمة الانتظار طويلة، أما المتطوعون فيقدمون يد العون لمن ينتظر دوره في السكن. ليس لدى الرجال ما يفعلونه، لا غذاء ولا مكان يذهبون إليه. بموجب القانون البلجيكي تلتزم السلطات البلجيكية عادة بتوفير سكن وغذاء لطالبي اللجوء، لكنها قررت عدم الالتزام بالقانون ولم تعد تهتم بشيء. كان نصرة الله جندياً في الجيش الأفغاني قبل سيطرة حركة طالبان على السلطة، وقبل 3 أشهر وصل إلى بلجيكا كلاجئ. وضعي سيء للغاية. انظر إلى هذه الخيمة التي أشاركها مع 3 أو 5 أشخاص، إنها تمطر باستمرار. وضعنا صعب حقاً. Our situation is very bad. عندما يغلق مكتب اللجوء أبوابه في الساعة 9 صباحاً يتفرق المنتظرون. إيمان روبن يقوده إلى كاتدرائية بروكسل، يصلي للعثور على طريق للخروج من هذا الوضع. أخبرنا روبن بأنه لم يرى زوجته وأولاده منذ 3 سنوات، وبأنه لا يمتلك جواز سفر لأن أغراضه سرقت في الشارع. أريد أن أحضر عائلتي إلى بلجيكا بعد الحصول على تأشيرة. أرغب في البقاء هنا، أود مساعدة الناس، لكنني لا أملك المال. لا يزال لدى روبن شهادات تثبت عمله كفني لحام. لقد عمل في العراق عام 2005 وفي قطر عام 2010، كما عمل لمدة 1.5 عام في رومانيا. تقول منظمة فلوختلينغ فاك للمساعدة إن إجراءات اللجوء في بلجيكا تستغرق في المتوسط 440 يوماً، ووفقاً لقانون الاتحاد الأوروبي يكون لطالبي اللجوء الحق في مكان إقامة خلال فترة الانتظار، لكن بلجيكا ليست وحدها التي تنتهك القوانين. يلاحظ نوع من التراجع في جميع بلدان الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بنظام اللجوء المشترك، حيث تحاول كل دولة أن تكون أقل جاذبية من جيرانها وتبرز بعض مساوئها بهدف التقليل من جاذبيتها إلى حد ما، وأحياناً يكون هذا النهج جزءاً من سياسة مشتركة على المستوى الأوروبي. قائمة انتظار الرجال العزاب الراغبين في الحصول على سكن في بلجيكا تقتصر على 2700 اسم، مما يعني وجود عدد مماثل على الأقل من الأشخاص بدون مأوى. مئات آخرون لم يتمكنوا حتى من إدراج أسمائهم في القائمة. المحاكم البلجيكية أصدرت 8000 حكم ضد الحكومة البلجيكية بسبب انتهاكها لالتزامات استقبال اللاجئين، كما أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أحكاماً مماثلة في 1700 قضية. قدم لنا وزير الدولة البلجيكي لشؤون اللجوء بياناً كتابياً حول هذا الشأن، مشيراً إلى أن بلجيكا سجلت خلال عام 2022 فقط زيادة بنسبة 40% في طلبات اللجوء، وبتوفير 34,500 مكاناً أصبحت شبكة استقبال طالبي اللجوء في بلجيكا أكبر من أي وقت مضى. لا يمكن لأحد أن يزعم أن الدولة تفتقر إلى الإرادة. لدعم الرجال المشردين احتلت منظمات إغاثة منازل كهذا المبنى الذي كان مخصصاً في السابق للإدارات. ومع ذلك يضطر فابريس ديبوي وفريقه لرفض حوالي 20 شخصاً جديداً يومياً. ليس لدينا اليوم سرير شاغر ولا يمكنني تكديس الناس فوق بعضهم. لا تزال دوامة التشرد والانتظار جديدة بالنسبة لروبن، وهو مقتنع بأن مستقبل عائلته سيكون هنا في أوروبا.
هذا ابني كيفن وهذه ابنتي دوكسي وهذا أنا. وبسبب ذلك يتحمل روبن كل الصعاب. يومياً ينام عدد متزايد من الرجال مثله تحت الدرج المغطى أمام مكتب اللجوء البلجيكي. الحياة هنا صعبة الآن ولم يحل فصل الشتاء بعد.